بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المعلومات التي أودعها الله في القرآن. في كل آية معلومة خاصة بشفاء مرض محدد، ولكي نضمن نقل هذه المعلومات إلى مختلف خلايا الجسم لابد من وسيط، وأفضل وسيط لذلك هو الماء والعسل. هذه المواد مباركة وقد أودع الله فيها معلومات خاصة بالشفاء، ولكن إذا أثرنا عليها بصوت القرآن فإن مستوى الطاقة فيها ستزيد، وستخزن معلومات الشفاء وتنقلها إلى خلايا الجسم بشكل سهل، وهذا يزيد من احتمال الشفاء بإذن الله تعالى، والله أعلم.